استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحاديه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه الى جانب الدكتور رياض المالكي وزير الخارجيه الفلسطينية والسيد حسين الشيخ امين سر اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامه الفلسطينيه والسفير دياب اللوح السفير الفلسطيني الوطنية بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان اللقاء تناول التباحث بشان اخر مستجدات القضية الفلسطينية وقد رحب السيد الرئيس باخيه الرئيس محمود عباس مؤكدا استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدا حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومشددا سيادته على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة خاصة في قطاع غزة. من جانبه اعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثه ومساعيها المقدره في دعم القضيه الفلسطينيه، مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد، وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل الى حل عادل وشامل للقضيه الفلسطينيه، ومؤكدا ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصيه للعلاقات المصريه الفلسطينيه في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتده، ومن ثم حرصه على التشاور والتنسيق المتواصل مع السيد الرئيس بشان مجمل الاوضاع الفلسطينيه، واضاف المتحدث الرسمي ان الرئيسين اتفقا خلال اللقاء على مواصله التشاور والتنسيق المكثف بينهما، سواء على المستوى الثنائي او في اطار صيغه التنسيق الثلاثيه المصريه الاردنيه الفلسطينيه والاطر المتعدده الاخرى، وذلك من اجل متابعه الخطوات المقبله وجهود دعم القضيه الفلسطينيه.